فرصة طيبة هذه اللي كانت تواجدوا في هذا المعرض اللي هو كان مثلوا فيه السكينة ديال مقاطعة مونيرشين، واللي بغيناهم حتى هما يستافدوا من منتوجات تقليدية، منتوجات طبيعية خالية من مواد كيماوية، واللي هي تقريبا ما كتوصلش للساكنة ديال هذه المقاطعة دي. فهذا نقطة إيجابية بالنسبة لنا حنايا، وكتزيدنا واحد القيمة مضافة للمنتوج وقيمة مضافة للساكنة ديال مونيرشين. منتوج طبيعي 100% زيادة على أنه منتوج تقليدي، يعني ملي كنقولوا حنا منتوج تقليدي فهو بصناعة يدوية وبمواد طبيعية، فيها زيوت نباتية، فيها زيوت طبيعية، فيها زبدات، فيها بزاف ديال المواد اللي هي كتساهم في تليين البشرة، في بعض المرات واخا ما يكونوش كنقولوا حنايا أدوية ولا شي حاجة، ولكن كتكون مواد طبيعية اللي كتليق لبعض الشوائب الجلدية مثلا كالديزيدغاتاسيون، مثلا إذا كان ناشف، مثلا البشرة كانت ناشفة، ولا إذا كان فيها شي شوائب بحال دابا شي حب شباب ولا شي حاجة، فكاين بعض المواد هنا اللي كتستعمل في الصابون اللي كتليق لهذ الدوائر هذه. انا عندي هوايه ديال هكا بحال هكا بالعقيق وداكشي، فوتها تيعجبني العقيق وقادت لي اللبسه ديالو كما هي، اللون ديالها هكا عجبني هكايا. حاطين اليوم ان شاء الله في المعرض صناعه تقليديه بالفضل ديال السي الاخ التواسي، ومشكورين وكنشكروا سعاده الرئيس هو ملي فتحوا هذا المجال هذا المعرض هذا، وكنتمناو يكون معرض يكون ديما ماشي عام مره ولا هذا، واخا الناس كتخسر من جيبها، ولكن بغينا يكون ديما الحمد لله ويكون هادشي يكون زاهر، المهم هادشي زويت حنا عجبنا ونجيو نطوروا هادشي بالنسبه للصناعه التقليديه ولا الصناعه الاحذيه لا رجال ولا نساء. لا اول مره احنا راه قلنا بالشكر ديال الاخ، احنا ما حطيناش معرض وبغينا نتمناو المزيد ان شاء الله يكونوا معارض اخرين وتكون المسيره تزيد لقدام ان شاء الله. من ناحيه الطلب ما طلبوا لي حتى حاجه، ما كدوش الصناعه التقليديه ماشي زعما طلبوا لي شي حاجه او شي مقابل، حنا كان ناس كصناعه تقليديه حرفيين، الناس الله يجازيهم بخير اللي هما حتى هما يعاونونا باش حنا حطينا في هذا المعرض هذا.